بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير. يمكن احنا في ظل الاوضاع اللي استقرت منذ ثورة 25 يناير حتى الان دائما نرفع ملفات مهمة جدا، ونعتقد ان هي وحدها هي الوحيدة المؤثرة في حياتنا، مثل الانتخابات، الدستور، السياسة، الاحزاب، العلاقة بين الحكم والمعارضة. وغاب عنا ملف بالغ الاهمية وهو احد ركائز قيام ثورة 25 يناير، وهي فكرة العدالة الاجتماعية. جزء من العدالة الاجتماعية يتحقق في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن. جزء مهم من الاحتياجات الأساسية للمواطن هو الغذاء والطاقة وكثير من أموره الحياتية. لقمة العيش مهمة جدا بالنسبة للإنسان المصري. نحن نتحدث عن آخر إحصاء للمصريين، 92.5 مليون مواطن، فيهم يتجمع نسبة كبيرة منهم في 3 مدن رئيسية هي فيها أكبر مكان للاكتظاظ البشري في العالم. هذا يصعب فكرة وصول خدماتهم أو سلاحهم الأساسية أو التخديم على هذا الموضوع. 3 مدن الرئيسية هذه هي أكثر من مجموع سكان دول مجلس التعاون الخليجي، اللي هو الناتج القومي بتاعه يساوي 6 أضعاف الناتج القومي المصري. لو بصينا إلى الأرقام بهذا المنظور، فهنا يصبح مطلوب من أي حكومة بصرف النظر كانت إخوانية أو ليبرالية أو ناصرية أو عسكرية أو تنتمي إلى النظام القديم، أن توفر كل هذه السلع وكل هذه الخدمات للمواطن. هذا تحدي بالغ الأهمية. قد يقول قائل إنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، ولكن أيضا بالخبز لا يحدث الاستقرار، وبعدم وجود الخبز تحدث القلاقل والاضطرابات. من هنا يصبح الملف المطروح على ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة، ومعالي الوزير الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية، هو ملف بالغ الأهمية. هذا الرجل هو من جيل الشباب، من مواليد 1970، يتحمل ويضع على كاهله مشكلة بالغة الأهمية، وهي توفير مثل هذه السلع ودخول التحدي لإطعام 92.5 مليون مصري بشكل كفء، بشكل منتظم وبأعلى جودة ممكنة، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة وفي ظل متاعب شديدة يتعرض لها السوق. أين تقع مسؤولية وزارة التموين؟ أين تقع مسؤولية وزير التموين؟ وهل الوزارة تتحمل وحدها كل ما يطلق عليها من سهام؟ هذه ملفات مهمة جدا علينا أن نناقشها معه، وعلينا أيضا أن نعرف منه ومن خلاله حقيقة أرقام المخزون السلعي للبلاد، ونستطيع أن نطمئن أو نقلق حول هذا الموضوع. أيضا النهاردة كان يوم مهم له علاقة بأنبوبة البوتاجاز، له علاقة بلقاء وزير التموين بالسيد الرئيس، له علاقة أيضا بالدور الذي ينظر إليه البعض لهذا الوزير الشاب في مستقبل الحياة السياسية المصرية. ملفات كثيرة جدا نفتحها مع السيد وزير التموين الدكتور باسم عودة بعد الاستراحة. تابعونا.